مقدرش أبدأ في البيت من غير ما أشكر كل زملائي العمال اللي اتضموا معايا وأنا محبوس، عمال شركة فرجالة، عمال السويس مسؤول، عمال النقل العام، عمال فريق الأبطال، كل عمال شركة كامو في اسكندرية، عمال مصر كلها كانت معاك يا أستاذ. كل زملائي العمال فوق راسي من فوق، تضامنكم معايا هو اللي فرجني، تضامنكم معايا أسعدني يعني بشكل غير طبيعي. كل الناس من زملائنا من السياسيين والنشطاء والحركات السياسية تضامنوا معايا، لكن أكثر حاجة أسعدتني فعلا هي تضامن العمال معايا، فأنا بشكركم وجميلكم فوق راسي، وأنتوا فعلا تثبتوا طول الوقت إنه عمال مصر هم أجدع ناس في مصر. النهارده أنا بس علشان الزملاء اللي كانوا مختلفين مع بعض شوية نوضح الأمور. احنا النهارده لما بنتكلم عن حقوق الطبقه العامله المصريه، وانا كنت متهم باني بسعى من اجل تمكين طبقه معينه على المجتمع كله. افسر الاتهام، بمعنى اصح انا متهم بتمكين الطبقه العامله المصريه بحقوقها. ده كان الاتهام اللي وضعه لي رئيس نيابه امن الدوله في السويس. قلت له ده مش اتهام، احنا بنسعى من اجل اعاده توزيع الثروه في المجتمع، ايوه بنسعى من اجل العداله الاجتماعيه، ايوه. فهو ده مربط الفرس بتاع الاتهام ده اللي ممكن نبدا منه النهارده احنا موجودين ليه. فحضرت الامر موضوع تمكين طبقه على المجتمع، هو المجتمع مفيش طبقه متمكنه منه؟ في طبقه طبعا متمكنه من المجتمع، طبقه رجال الاعمال الراسماليين هم اللي متمكنين من المجتمع ده، ماسكينه راسه ورجليه ومكتفينه وبيستغلوا عمال مصر وبيكسروهم ويشردوهم ويخصصوا المصانع وياخدوا المصانع يطلعوا عمال لنا ويعملوها تقسيم اراضي زي زملائنا في الشركه لسه بيقولوا لي. النهارده قعدتنا مع بعض علشان نشوف مصيرنا الواحد ده هنتحرك فيه ازاي. الفصل والتشريد النهارده الحاجه الاساسيه اللي بتسبب فصل وتشريد العمال قانون عمل 12 اللي صدر سنه 2003. هذا القانون ما زال ساري حتى الان. اي سلطه بتتكلم عن عداله اجتماعيه او بتدعي ان هي منحازه للفقراء او عايزه تغير الاحوال لازم تمسك هذا القانون الظالم، قانون عمل 12 اللي فتح الباب لخصاصة المصانع، فتح الباب لتشريد العمال وفصلهم، فتح الباب للعدوان على حقوق العمال. فالنهارده مش هنفضل نجري ورا حقوقنا بالقطعه او بالفتفوته. قانون العمل اللي موجود قانون عمل 12 ده قانون رجال اعمال وقانون ظالم، ومفيش عامل فيه يا مصر هيحصل على حقه في ظل هذا القانون. نيجي بقى لحكومتنا المصونه اللي طلع علينا تقول لنا مفيش حد ادنى من الوجوه. مفيش حد ادنى من الوجوه ومفيش فلوس لحد ادنى من الوجوه. هو يعني احنا مشاكل متنوعه، اغلب العمال الموجودين اصلا مقصورين في القاعه. يعني قبل ما نوصل لفكره حد ادنى من الوجوه احنا لسه بنتكلم في الامان الوظيفي. فكره ان العامل يبقى حاسس بالامان في وظيفته وما يتصلش. سياسات الفصل والتشريد بتتم بشكل ممنهج ومحميه من السلطه. الناس اللي زعلانه متفقه او مختلفه مع اشخاص معينه، لكن خلينا نتكلم حوالين الحقيقه اللي لازم كلنا ما نزعلش منها، لازم نشوفها بوضوح. السلطه الحاليه بتتكلم حوالين انه في ناس بتقدر السلم الاجتماعي، بتعمل على تكدير السلم الاجتماعي او هدم المؤسسات الاجتماعيه للدوله. طيب مين بيقدر السلم الاجتماعي في البلد؟ مين مخلي الناس مش طايقه روحها في الشوارع وفي المصانع وفي المدارس؟ اللي بيقدر السلم الاجتماعي في البلد هم طبقه رجال الاعمال اللي مخليين الناس هتولع في نفسها، وبالتالي بتنزل تتظاهر، بتنزل تعتصم، بتعمل اجراء عن العمل. كل الكلام ده السلم الاجتماعي لن يستقر في مصر، ومفيش حد يكلمني ان الوضع الاجتماعي في مصر هيستقر طول ما رجال الاعمال بيقولوا بهذه السياسات ضد العمال وضد الفقراء اللي في البلد. بتقول لي العمال بيعملوا اضرابات
فبيقدروا السير الاجتماعي. طب ما تقول لي ان صاحب العمل فصل العمال فبيقدر السير الاجتماعي. قول لي ان رجل الاعمال عايز يقسم الشركه ويبيع ارضها عماير وبيطرد عمالها فبيقدر السير الاجتماعي. قول لي ان صاحب العمل او رجل الاعمال مش بيدي العمال اجور بقاله شهرين او ثلاثه وعندهم اسر وعندهم ولاد في البيت محتاجين ياكلوا فبيقدر السلم الاجتماعي. نفس المره السلطه الحاكمه تتحرك ضد رجل الاعمال لانه بيقدر السلم الاجتماعي او لانه بسبب توتر في البلد. مش هو ده السبب الحقيقي اللي علشان الناس تتحرك؟ هي الناس بتقوم من النوم الصبح غاويه تعمل مظاهرات قايم فاضي من النوم كده يقول النهارده هنستفتح اداره ولا مظاهره ولا في سبب حقيقي بيدفعه كده وفي مسؤول بيدفعه كده؟ المسؤول ده هو رجل الاعمال اللي مسيطر على ثروه البلد، اللي بينهب ثروه البلد، واللي بتحميه السلطه الحاكمه بالبلد. علشان الناس ما تتخانقش مع بعض على فلان او علان. فلان او علان كده كده هيمشي. سواء الناس وافقت على وجوده او ما وافقتش فتمشيه او ربنا ياخده او يسيبه. مفيش حد ضايق، اللي بيدوم هو الشعب. اللي بيدوم وبيفضل هو الشعب. لكن نلف حوالين المشكلة الرئيسية ونناور بلاش مناورات. خلينا في مشكلتنا الحقيقية. احنا محتاجين سلطة ما بنحسش بهذا الشكل لرجال الأعمال. ما تحميش رجال الأعمال بقوة السلاح. إذا كان العمال النهاردة بيتفصلوا وبيتشردوا من مصانعهم من رجال أعمال مصريين وأجانب وبيحصلوا في نفس الوقت على أكبر امتيازات مالية من السلطة وتخرج علينا الحكومة تقول مفيش حد أدنى الأجور وكمان مفيش حد أقصى. حقيقة الأمر الحاكم مع رجال الأعمال احنا محتاجين في خلال الحمد لله في رمضان نوحد صفوفنا. النهارده اللي أنا شفته في القاعة من شوية أمر هو محتاج مناقشة. أنا تقديري إن هو مش خلاف حقيقي لكن هو خلاف مبني على ما يدور في الوسط السياسي والاعلامي بيحاولوا ان هم يقسموا الناس فرقا وشعوب. العمال الطبقه العامله المصريه بتعاني من نفس الظلم وما دام احنا بنعاني من نفس الظلم لازم نتحد مع بعض نشوف مطالبنا ايه ونقف علشانها. العمال بتوع شركه الهندسه اللي كان زميلنا اللي فيهم غضبان من شويه هو موجود في هذه القاعه وجاي يحضر النهارده مع زمايله ان هو ممكن يكون مختلف معاهم في حاجات بس جاي عشان نفس الهم اللي موجود عنده في شركته وفي مصنعه ومع زملائه اللي قاعدين جنبه هو نفس الهم بتاع عمال التانيين اللي ممكن يكونوا مختلفين معاه في وجهه نظره. لكن متفقين في ايه بقى؟ متفقين واللي جابنا هنا في نفس القاعه واللي قعدنا جنب بعض على نفس الكراسي ان احنا كلنا مظلومين وان كلنا حرنا ضايعه وكلنا لنا حقوق جايين النهارده عشان نتحرك عشان نجيبها. واحنا بنتحرك عشان نجيبها ممكن نختلف في حاجات. لكن مش هنختلف ابدا ان احنا لينا حقوق وان حقوقنا دي محتاجه وحده وقوه عشان نقدر نحققها. انا ارجو ان المشهد اللي حصل ده ما يتكررش تاني والناس تركز في قضيتها الاساسيه. قضيه العمال اللي طول الوقت مش هتنتهي ومش هتقف الا لما سياسات الدوله تتغير. زميلتي فاطمه كانت بتتكلم عن انه الدوله وعامله خطه لبناء مش عارف كام سجن. وهتتكلم السجون دي مليارات. مليارات من البنيات. عمال مصر هم اولى بهذه المليارات. مش عايزين نبني سجون، عايزين نبني مصانع. مش عايزين رجال اعمال وموظفين كبار في الدوله يحصلوا على مئات الالوف من البنيات شهريا والعمال بيوصلوا ويشردوا وياخدوا اجور هزيله. محتاجين نعيد توزيع الدخل، محتاجين نعيد توزيع الاجر. يعني ميزانيه الاجور اللي هو الجزء المخصص للاجور في الموازنه بيتوزع لفوق للموظفين الكبار. ليه الدوله مش عايزه تحط حد اقصى للاجور؟ يعني كل حد الادنى هيكلف الميزانيه فلوس اضافيه. طيب ماشي هنفترض مع ان ده كذب. طب الحد الاقصى المفروض هيوفر فلوس لميزانيه الدوله. ليه ما بيتحطش حد اقصى؟ ليه الساده الموظفين الكبار في مؤسسات الدوله يقبضوا شهريا في عشرات الالاف ومئات الالاف؟ وناس عمال 500 جنيه و600 جنيه و1000 جنيه
والنهارده يشتغل بكره مش شغال وعنده اسره وعنده مدارس وعنده هموم محتاج يوفيها. النهارده سياسات الظلم اللي موجوده محتاجه تتغير. كلنا هدفنا رفع الظلم. الناس اللي شايفه رفع الظلم ده بتشوفه بطرق مختلفه. واحد يقول فلان هيعدل الاحوال، واحد يقول فلان هو اللي هيظبط الدنيا. انا رايي انه تغيير سياساتك الحاليه في الدوله مش هيتم الا بوحده الحركه العماليه، لانها هي المضروره من هذه السياسات. اللي موجودين في القاعه اكثر من 99% منهم عمال، شركات قطاع خاص، شركات قطاع عام، شركات قطاع عام مخصصه بيتم تشغيل العمال منها. في حد في القاعه قاعد رجل اعمال؟ رجل الاعمال يرفع ايده. رجل الاعمال عمره ما هيبقى هنا. طيب في حد في القاع؟ في حد في القاع ظابط شرطه؟ في حد في القاع ظابط جيش؟ في حد في القاع من الناس دي؟ مفيش حد. طيب دول يعني الزرار متامن وموردهم متامنه. الغلابه بقى محتاجين انتوا كمان الزرار بيتامن، وزي ما قلنا كده بنقدمه كده قالنا اهم. اهم من كل حد واهم من اي شخص ايا كان. رزق عيالنا هو اهم حاجه. لا انا مخدع، احنا قاعدين النهارده الدوله رجعت تاني يعني معلش محصور في ديك البلد هتتبني سكون احنا اللي هنقعد فيه وهنعيش فيها، لان احنا هنسرق وهنقتل عشان القرش، عشان احنا ما فيش فلوس. انني لا ميت وانهم لا ميتون. دول صور عمال شركة جابوا الشركة اتخصصت وعمال على رصيف. وشركة مصر للتكليف. رجل الأعمال رجل الأعمال مجدي يعقوب. صوروا يا صحافة. على الفنانين، على المطحونين، منك لله يا بخت يعقوب، منك لله يا بخت يعقوب. زملائنا عمال الشركة هنديكوا فرصة النصر، هنديكوا كلمة تحاور، الراجل اللي بيضحك والله هنديكوا كلمة، واحنا موجودين مع بعض. أنا خلاص دقيقة هخلص كلمتي، دقيقة هخلص كلمتي. رسالتي لزملائي العمال، وانا ابويا انا عايز اعمل فوزي حمدانيه، فوزي حمدانيه ده كان راجل عامل شركه الحليب والسكر في حلوان، اللي في حلوان يعرف ان هو في شركه ناس اسمها الحليب والسكر. رسالتي لكم محتاجين نروح على صفوفنا مع بعض، لان ما لناش غير بعض. حقوقنا مش هنقدر ناخدها الا لما نتحرك بشكل جماعي. هنعمل زملائنا في شركه النص لازم نشوف ازاي نساعدهم علشان يحصلوا على حقوقهم. كلنا مع بعض لازم نتحد، والحملة اللي احنا بدأناها حملة مطالب العمال نفذ يا نظام. أيا بقى كان النظام ده، على رأس النظام سين صاد عين غين، احنا اللي لينا مطالبنا، لينا العدالة الاجتماعية اللي احنا بنطالب فيها. فرسالتي ليكم رجاءً يا زملائي نتحد مع بعض. ننحي الخلافات السياسية على الأشخاص، لأن الحقيقة الخلافات مش على الأشخاص. الخلافات على السياسات. السياسات الظالمه لازم تتراجع، لازم تتغير. سياسات الظلم الاجتماعي لازم تقع. مطالب العمال لازم تتنفذ، وهي تتنفذ بان احنا نرفعها ونطالب بيها بوقت، يا تتنفذ بزي ما الشعار اللي اترفع في اسكندريه من عمال كاب ومن عمال فرج الله بالثوره العماليه. العداله الاجتماعيه في البلد دي هتحتاج ثورة عملية تحققها.